من 12 يمام. تمام اوكي، بص بقى بنتكلم بعد على حاجه very simple و very very easy. يعني ايه هي الحاجه دي بقى؟ طيب بص بقى بنتكلم حاجه اسمها second conditional. الاول بقى يعني ايه كلمه conditional دي؟ conditional دي يعني جمل شرطيه، جمل شرطيه يعني اولها بيكون في حاجه اسمها اف. اف يعني هي عندنا اللي هي بالعربي بتاعت لو، لو يحصل كده هيحصل كده، لو حصل كده هيجرى كده الى اخر الكلام. طيب الاف ده بقى ليها قاعده، ليها ايه قاعده؟ اول حاجه عندنا ايه القاعده اللي هي بتقول لك اهي، يا ريت تحطي معايا خدي بالك من القاعده اللي انا بشاور لك عليها دي، هعمل لك عليها هايلايت. عندك اول حاجه لو عندك اف معاها باست سيمبل، عندي سؤال واحد بقى، انا عندي الفيرب بعد الاف طلع لي باست سيمبل يعني ماضي، ماضي بسيط خلاص. تفتكر بقى احط ويل ولا احط وود؟ عايز ارد لو سمحتوا، احط ايه ويل ولا احط وود؟ ها اف كذا، ويل دي يعني هي سوف، وود برضو سوف، احط مين ويل ولا وود؟ ها عايز ارد بس وود ويل كلمه واحده مش اكتر. ها طبعا هحط ايه؟ هحط وود. السؤال بقى اللي بعد كده، حطيت وود ليه؟ ده السؤال اللي انا عايز اعرفه بقى، انا حطيت وود ليه؟ ليه ما حط، برافو عليك يا لما يا قمر صح اوكي، حطيت وود لان الفيرب عندك اللي هو كان بعد الاف كان باست سيمبل يعني كان ماضي، وبما انه كان ماضي لازم لابد الجمله كلها تصير في نفس التنس يعني نفس التصريف، ما يصير تحط حته ماضي وحته مضارع، ما ينفعش يا كله ماضي يا كله مضارع، مفهومه؟ يعني معنى كده ايه؟ في الاختبار هيجي لي ازاي؟ هيقول لك اف اي ونت تو ذا بارك، هحط لك اختيار اي ويل جو وذ ماي فريند ولا اي وود جو وذ ماي فريند، اختار اي واحده بسرعه كده. اف اي ونت وعندك الفيرب ونت، ردي عليا، هو ونت دي ماضي ولا مضارع؟ لا لا ماضي صح، حلو، لما ماضي اختار معاها الفيرب بتاع الويل ولا الفيرب بتاع الود؟ لا طبعا بتاع الود، واضحه؟ طيب السؤال اللي بعد كده بقى، الود دي او الويل ايا كان فيهم بيجي معاها الفيرب اللي بعديها، بيجي اهي بيقول لك اهو بيجي مع الفيرب في الانفينيتيف او في المصدر. طب سؤال كمان بقى، ينفع احط الاف في الجمله مرتين؟ ردي عليا نعم او لا، ينفع الاف تيجي في الجمله مرتين؟ يعني اقول لك if the weather is nice if we will go out. يا فاطمه عيب عليكي، حرام عليكي يا شيخ، اوكي ما ينفعش ابدا منعا باتا، الاف دي بتيجي مره واحده في الجمله فقط. لا بس ممكن مكانها يتغير، ايوه ممكن مكانها يتغير، يعني ازاي الكلام ده؟ اشرح لك وهحط لك كده سريعا مثال، اقول لك ايه؟ If I studied hard I will succeed، يعني لو ذاكرت كويس ان شاء الله رب العالمين هنجح. يبقى جبت لك الاف هنا انا اول ولا اخر؟ ردي عليا اول ولا اخر، عايزه كلمه اول اخر، ردي عليا اف اول، حلو جميل. لو انا بقى قلت لك I will pass the test if I study hard، جات لك فين؟ اول ولا اخر؟ كلمه واحده اول ولا اخر؟ جات لك اخر، حلو. يبقى معنى كده ان الاف دي مكانها في الجمله متغير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن مره اجيبها في الاول، ممكن مره اجيبها في نص الجمله، ما فيش مشكله، ما بتغيرش في المعنى، لكنها تاتي في الجمله مره واحده فقط ليس الا. ادي اول نقطه. اللي بعده، هو انا ينفع احط الويل او الود تتباعا يعني حسب التصريف الفعل، ينفع احطها مرتين ولا مره واحده بس؟ عايزه رد، مره او مرتين رقم حتى. ها ينفع الويل او الود تيجي في الجمله مرتين ولا بتيجي في الجمله مره واحده بس؟ عايزه رد لو سمحتوا، مره واحده بس، مرة واحدة، أظن ظنك صح يا بنتي، أوكي صح، بتيجي زي ما الإف بتيجي مرة واحدة بس نفس الحاجة، ما ينفعش أقول لك if I will study I will pass، ده اسمه عك، مش إنجلش، ما ينفعش، الويل بتيجي في الجملة مرة واحدة فقط، الود بتيجي في الجملة مرة واحدة فقط، لكن عندي سؤال بقى ليكي، تفتكري هو انا ايه اللي هيحدد لي ان انا احط ويل ولا احط وود؟ اللي هيحدد لي؟ ايه اللي هيخليني اعرف؟ من فين هعرف انا؟ ها عايزه كلمه واحده بس، برافو عليكي يا لما صح، هعرف من التنس
او من تصريف الفعل. معنى ايه الكلام ده؟ اشرح لك. يعني لو الفعل عندك في الجملة ماضي هحط مين؟ ردي عليا بقى، عايزة رد، احط would. برافو. طيب لو الفعل عندك مضارع احط مين؟ احط will. ممتاز، حلو، عكسناها. لو انا عندي will، لو انا عندي will وبيقول لك اختاري لك فعل، هختار فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ مضارع. جميل يا مريم، برافو. طيب لو انا عندي would بقى، هختار فعل يجي ايه؟ مضارع ولا ماضي؟ طبعا ماضي. وصلت الموضوع؟ اظن وصلت، صح؟ ردوا عليا نعم لا تمام، صح، حلو حلو. طيب معنى كده يعني عرفنا حاجتين. اولا بتيجي الاف كام مره؟ عايزه رد بس كلمه رقم، مش عايزه مليون حاجه، رقم مره واحده، حلو. بتيجي الود كام مره؟ واحده برضو. الود الويل مره واحده بس، ينفع ده؟ لا. طيب الاف ليها مكان واحد ولا ممكن تبقى في مكانين؟ عايزه كلمه واحده بس. الاف مكانين، ممكن اول وممكن في النص، صح؟ بتغير في المعنى؟ لا مش بتغير. بس على كده ده درسنا بتاع اليوم، اظن اسهل من كده ما في، صح ولا ايه بقى؟ ها صح. طيب بصوا بقى، جميل جميل ماشي. بصوا عندنا حاجه كده اسمها مايت. مايت دي يعني ايه بقى؟ مايت يعني ربما، ربما. لا عشان بس ماشي اوكي، مايت دي يعني ربما. ربما يعني ايه؟ يعني ممكن اه ممكن لا. يا ترى بقى لما بستخدم المايت دي بكون انا شور ولا نوت شور؟ يعني بكون واثق ولا غير واثق؟ طبعا انا مش واثق، I'm not sure. عشان كده اقول لك ربما، يا ترى، مش عارف انا، يعني مش متاكد. اوكي بقول لك مثلا ايه، I might go to the library. طيب السؤال اللي بعد كده بقى، المايت دي ايش هو نافيها؟ اهي نافيها، اهو نافيها مايت نوت، يعني ربما ربما الا يحدث ذلك مثلا، خلاص. طيب بعد المايت او المايت نوت في الحاله دي بيجي الفيرب معاها في اي تصريف؟ اهي بيجي الفيرب في المصدر او في الانفينيتيف. يعني المايت دي بتعامل مع عمليه المودال فيربس او الويل والود وكل دول، يعني بعديها او الفيرب اللي بيليها اللي بيجي افتر اللي بيجي بعدها لازم يكون في صيغه المجرد او المصدر او الانفينيتيف. بس على كده خلاص. طيب اه هقول لك بس حاجة عشان بس ايه نبقى. طيب بصي بقى هنا بيقول لك ايه، would you، بصي على short answers دي يعني. خلاص بيقول لك ايه، would you travel around the world؟ هنا بيقول لك would you travel around the world. طب لما بدأت السؤال او الكويستشن بدأته بالود، هتفتكري بقى هرد اقول ايه؟ نفس الحكايه، هكون دي يس ونو كويستشنز، يعني هجاوب باليس والنو انسرز او اجابات قصيره. يعني لو عندي ود في السؤال يبقى بالطبيعي وبالتبعيه هيحصل لي ايه؟ ان انا لازم احط له يس اي وود، او لو عايز انفيها اقول له نو اي، اهي نافيها اهو، هقول له نو اي وودنت. بس على كده يعني دي بس صيغه او مثال على اللونج، اسفة، على الشورت كويستشنز او على الشورت انسرز كمان، خلاص. طيب انا كده خلصت هذه الجزئية تماما تماما.